قصة الإسراء والمعراج يشتمل آيات القرآن على ثلاثة أنماط من القصص. النمط الأول يتمثل بذكر الأنبياء وبعثهم ومعجزاتهم ومواقف أقوامهم وجزاء من آمن معهم أو كفر، ومثال ذلك ذكر قصة يوسف وهود ويونس وعيسى ابن مريم وغيرهم من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ويختص النمط الثاني بذكر حوادث التاريخ وما خفي عن أهل الحاضر وصلهم أو وصلهم مشوها، مثل ذكر قارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل. وأما النمط الثالث فيختص بالإشارة إلى حوادث بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والظروف المصاحبة لها وتركيبة مجتمع البعثة وتأسيس الدولة والحروب والغزوات والاتفاقيات المعاهدات الانتصارات قصص الأحكام ومتعلقات الدعوة ومتطلباتها وسير الرسول والصحابة ومستجدات التشريع والحدود. ومثل ذلك ما ورد في قصة المجادلة ونقد التبني وأسرى بدر وحادثة الإسراء والمعراج وغيرها من قصص الدعوة النبوية وسيرها. ولنبدأ مع قصة الإسراء والمعراج. لم تكن رحلة الإسراء والمعراج حدثا عاديا، بل كانت معجزة إلهية متكاملة أيد الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ونصر بها دعوته وأظهره على قومه بدليل جديد ومعجزة عظيمة يعجز عنها البشر، إذ أسرى به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس ليسري عنه ما لقيه من أهل الطائف ومن آثار دعوته وموت عمه وزوجته، ثم عرج به إلى السماوات العلى ليريه من آياته الكبرى. وعلى الرغم من عدم ذكر الحادثة تصريحا في آيات القرآن الكريم، إلا أنها اشتملت إشارات تؤيد صحتها، منها ما ورد في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي تفسير الآية ولقد رآه نزلة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل كانت على هيئته التي خلقه الله عليها، وكانت هذه الرؤيا مرتين، أولها ليلة البعث لما أوحي إليه، والثانية ليلة الإسراء. قيل في توقيت رحلة الإسراء والمعراج قولان، فنقل أنها وقعت قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل قبلها بسنة واحدة. وأما موضع بدايتها ففيه أيضا قولان، أولهما من المسجد الحرام، إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام نائما في الحجر، فكانت انطلاقة الرحلة من موضعه. وثانيهما من بيت أم هانئ بنت أبي طالب. وثلث آخرون بقول كل الحرم مسجد. بدأت حكاية الإسراء كما يرويها صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقدوم ثلاثة من الملائكة الكرام بينهم جبريل وميكائيل، فجعلوا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهره مستقبلا الأرض وهو نائم، ثم شقوا بطنه فغسلوا ما كان به من غل بماء زمزم، ثم ملأوا قلبه إيمانا وحكمة، ثم عرض له لبنا وخمرا، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم اللبن فشربه. فبشره جبريل بالفطرة، ثم أركبه جبريل دابة يقال لها البراق، فانطلق به البراق إلى المسجد الأقصى يسوقه جبريل، فأنزله طيبة فصلى بها وأخبره ما يكون من هجرته إليها، ثم أنزله طور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام فصلى به، ثم أنزله بيت لحم مولد عيسى عليه السلام فصلى فيها، ثم دنا به إلى بيت المقدس فأنزله باب المسجد وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد ليلتقي أنبياء الله المبعوثين قبله فسلموا عليه وصلى بهم ركعتين. بدأت أحداث المعراج بصعود الصخرة المشرفة، إذ سار جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم إليها، ثم حمله منها على جناحه ليصعد بها إلى السماء الدنيا ويتجلى بعدها بعد أن استفتح واستأذن. فاطلع الرسول على بعض أحداث السماء الأولى، ثم ارتقى به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح فأذن له، فرأى فيها زكريا وعيسى ابن مريم عليهم السلام سلام الله جميعا. ثم ارتقى به جبريل إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام. ثم ارتقى به جبريل إلى السماء الرابعة وفيها إدريس، ثم إلى الخامسة وفيها هارون، ثم به إلى السادسة وفيها موسى، ثم إلى السابعة وفيها إبراهيم عليهم صلوات الله جميعا وسلامه، ثم انتهى به جبريل إلى سدرة المنتهي.
تقدم جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجاب وفيه منتهى الخلق، فاستلمه ملك وتخلف عنه جبريل، فارتقى به الملك حتى بلغ العرش، فأنطقه الله بالتحيات، فقال عليه الصلاة والسلام: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. وفيه فرضت الصلاة 50 صلاة على النبي وأمته كل يوم وليلة، ثم صحبه جبريل فأدخله الجنة، فرأى من نعيمها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ثم عرض عليه النار فنظر في عذابها وأغلالها، ثم أخرجه جبريل حتى آتي نبي الله موسى فأرجعه إلى ربه يسأله التخفيف، فخفف عنه 10، ثم أرجعه موسى فسأله التخفيف فخفف الله عنه 10، ثم لم يزل بين ربه وموسى حتى جعلها الله 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أرجعه موسى إلى ربه يسأله التخفيف، فأعرض الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك استحياء من الله تعالى وإجلالا، فناداه ربه: إني قد فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، والخمس ب50، وقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم عاد به جبريل إلى مضجعه، وكل ذلك في ليلة واحدة هي ليلة الإسراء والمعراج، ولذلك عليها أن تكون ليلة مقدسة لدينا نحن المسلمين.